صحراء الربع الخالي، محيط من الرمال الذهبية وقصص البدو الأزلية. من هنا تبدأ الحكاية، حيث هي السائدة في شبه الجزيرة العربية. هنا في محافظة ظفار، لوحة التنوع والتفرد العجيب، حيث يختصر الزمان والمكان في يوم واحد. بحر العرب، وهو يحتضن شواطئ صلالة، وحيث تعانق الجبال البحر في أجمل صورة طبيعية من صنع الرحمن. إن سحر محافظة ظفار بمناظرها الخلابة ومناخها الاستوائي وكرم أهلها جعلها مقصدا لآلاف السياح والزوار، حيث السكينة والراحة هي غاية كل إنسان. الخريف في محافظة ظفار ظاهرة متفردة لها خصوصيتها المناخية، تبعث في النفس بهجة وتنثر في الأحاسيس طربا، وتمنح القلب دفئا وطمأنينة بعيدا عن صخب الحياة. هذه الفسيفساء الطبيعية عرض حباها الله بنعمته وخصها برحمته، جو استثنائي، فعند اشتداد حرارة الصيف تهب النسمات الباردة وتتساقط زخات المطر اللطيف معلنة عن خريف ظفار. في هذا الفيلم نسافر معا في بعض ولايات ومدن محافظة ظفار، نطير في أجوائها ومتناقضاتها الطبيعية، في صحاريها ورواديها الخضراء،